عودة لكم في الجزء الثاني من الجولة السياحية في منطقة جميلة بولاية الصطيف. اليوم الجمعة 5 جانفي 2024. هذا أحد المداخل لهذه المدينة الرومانية في هذا المكان كما تلاحظون كما تشاهدون، مدينة كبيرة، مدينة لا تنتهي، فعلا رائعة. واو مدهن. هاني جاي انا آتٍ. Welcome to Algeria. متاهات كثيرة في هذه المدينة الرومانية القديمة، ولا زالت مستمرة. لا أدري هل كانت يعني قلعة لملك روماني أم هذه أحد الأبواب هذه المدينة الجميلة. يبدو أن هذه المنطقة كانت قلعة وحصن للإمبراطورية الرومانية، وكانت تطل على هذه المناطق تحت هذا الجبل. الأسوار والأعمدة، وهنا تطل على أسفل هذا الجبل. مع هذه الأعمدة يوم ممطر، هذا 5 جانفي 2024. يعني للأسف لا يوجد فيديوهات كثيرة حول هذه المنطقة. نحن نريد فيديو يكون عفوا هكذا تلقائي، ولا بدون جينيريك او اضافات صوتية او موسيقى من غير ذلك. نريد فيديو يكون عفوي بدون اي يعني زيادة اخرى. هذه نعم، شوف، لا ادري ماذا كانت هذه، ولكن يعني من يهبط هنا يوجد هنا درج. نعم، صالون. روعة، من هكذا من الأعلى تظهر جيدا.
سننزل في هذا الدرج ونراها بشكل أفضل. هذا هو المكان الذي تحدثنا عنه، وكأنه مطبخ أو صالون أو لا أدري. محكمة هذه؟ أوكي، هذه حسب أحد الزوار كانت محكمة، وهذا هو المكان الذي يقف فيه القاضي. نعم، هذه محكمة، أول مرة أشاهد محكمة رومانية من عهد الروماني. والله شيء ممتاز رائع، سان بليزير. المدينة سبحان الله. روعة، متاهات كثيرة. وهذا مجسم لأحد الأباطرة الرومانيين. هذه هنا نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم شكرا لكل ما شاهد هذا الفيديو عن مدينة الآثار الرومانية. هذه عن أثار الرومانية لمدينة جميلة ولاية سطيف. نذكر اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 الساعة حوالي 1 بعد منتصف النهار.